السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للسنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية. في حصة اليوم غادي نشوفوا بعض فقرات درس الاتصال الدوال، وهو عبارة عن تذكير ببعض الخاصيات والمعارف الأولية اللازمة لدراسة الدوال بصفة عامة واللي اكتشفوها في السنوات الفارطة. في الحصة ديال اليوم غنشوفوا بعض التعاريف المتعلقة باتصال الدوال إضافة إلى بعض الخاصيات اللي غنركز فيها بالضبط على كيف نحدد صورة مجال معلوم بدالة متصلة. أول شيء نشوفوا بعض التعاريف. F نعتبر F دالة معرفة على مجال E من R و X0 ينتمي إلى R. التعريف الأول يقول F دالة متصلة في X0 إذا وفقط إذا كانت الليميت حينما يؤول X إلى X0 لF لX تساوي F لX0. التعريف الثاني يقول أن F متصلة على اليمين من X0 إذا كانت ليميت حينما يؤول X إلى X0 على اليمين كذلك إشارة زائد لF لX تساوي F لX0، بينما نقول أن F متصلة على اليسار من X0 إذا وفقط إذا كانت النهاية حينما يؤول X إلى X0 على اليسار إشارة ناقص كما قبل لكم تما لF لX تساوي F لX0. وتعريف آخر نقول أن F متصلة على اليمين وعلى اليسار من X0 يكافي أن F متصلة في X0. نعتبر A و B عنصرين من مجال R. F دالة معرفة على المجال المفتوح AB، هذا مجال مفتوح. نقول أن F متصلة على المجال المفتوح AB إذا كانت F متصلة في جميع تسطر عليها في جميع عناصر المجال المفتوح AB، بينما نقول أن F متصلة على المجال المغلوق AB إذا كانت متصلة على المجال المفتوح AB ومتصلة على اليمين من A، أنتم تشوفوا على اليمين من A وعلى اليسار من B، هذه مش عقلوا عليها على اليمين من A وعلى اليسار من B. طبعا حنا إلا بغينا نبينو أن F متصلة على مجال معلوم ماشي بالضرورة نبينوها أنها متصلة على جميع النقاط لأن المجال يحتوي على ما لا نهاية من الأعداد، بينما نستعمل حنا بعض الخاصيات وبعض النتائج اللي كتسمح لنا ان نبينو ان دالة متصلة على مجال معلوم. النتائج اللي عندنا تقول الدوال الحدودية وهي كل دالة تكتب على شكل مجموع حدانيات بحيث اي ينتمي الى ان. الدوال الجذرية هي كل دالة تكتب على شكل كسر اف على جي طبعا بحيث جي تخالف صفر. الدوال اللاجذرية هي الدوال التي تحتوي على جذر مربع أو جذر من الرتبة، والدوال المثلثية يعني سينوس كوسينوس وطونجونت. فالدوال متصلة على مجموعات تعريفها، ندير لكم مثال باش تبان لكم. نعتبر الدالة F معرفة كالتالي F لX تساوي X أس 2 زائد 3 على X أس 2 زائد 1. مجموعة تعريف هذه الدالة هي R وهذه دالة جذرية. إذا بهاد الخاصيات بجوج يعني ان هذه دالة جذرية وعندي مجموعة التعريف ديالها، فاني نقدر نقول ان F متصلة على R لانها دالة جذرية، يعني ان اي دالة من هاد الدوال هادو فهي متصلة على مجموعة تعريفها. اذا يكفي اني نحدد مجموعة التعريف. خاصية تقول صورة مجال بدالة متصلة هي مجال، الشيء اللي كيسمح لنا ان ملي كنحددو صورة المجال فعارفين ان النتيجة غتخرج هي مجال. لتحديد صورة المجال نعتبر F دالة متصلة على مجال E، طبعا E من R، E مجال ضمن R. الحالة الأولى وهي اللي كتكون عندي F تزايدية مع الإشارة أن العددين A و B هما أعداد حقيقية. هنا الطريقة سهلة، صورة مجال مغلوق حتى هي كتعطيني مجال مغلوق. في الطرف الأيسر كنحسب صورة العدد على اليسار صورة الطرف الأيسر، وعلى اليمين فإني كنحسب صورة الطرف الأيمن بالدالة F. إذا كان المجال مفتوح فتا الصورة كتكون عندي مجال مفتوح ولكن ما كنحسبش الصور، إنما كنحسب النهاية حينما يؤول X في هذه الحالة هنا على اليمين من A، يعني كندير A بلس لF لX، بينما بالنسبة لB فإني كنحسبها على اليسار، يعني نكتب ليميت حينما يؤول X إلى B على اليسار لF لX. وفي حالة كيكون عندي مجال نصفه مفتوح ونصفه مغلوق، فإني هنا كان في نصف المجال المغلوق كنحسب صورة العدد، بينما في نصف المجال المفتوح كنحسب النهاية، يعني كخاصية
أو لا بغيتي تقولوا كطريقة للحساب تعقلوا عليها، ملي كيكون عندي مجال أو لا طرف مغلوق فإن الطرف الصورة كيبقى مغلوق، بينما إذا كان الطرف مفتوح فإن طرف الصورة هو كيكون مفتوح. شوفوا دابا حالة إف تناقصية. في حالة إف تناقصية ما الذي يتغير؟ طبعا هنا كنزيد نشر بأن أ و بي أعداد حقيقية. صورة مجال مغلوق حتى هنا كتكون مجال مغلوق، الفرق الوحيد اللي كاين هو أن على اليسار كنحطو صورة الطرف الأيمن بالدالة F، بينما على اليمين نضع صورة الطرف الأيسر للمجال. ثم كتلاحظوا بحال كنبدل الأماكن ديالو. بالنسبة للمجال مفتوح كامل تا هو نفس القاعدة، على اليمين أو على اليسار كنوضع نهاية الطرف الأيمن لميت حينما يؤول X إلى B طبعا على اليسار ل f ل x، وهنا كنوضع ليميت حينما يؤول x إلى a على اليمين. بينما في حالة مجال مفتوح نصف مفتوح إلا بغيتو تقولو مغلوق من اليسار مفتوح من اليمين، فهنا العكس كيولي مفتوح من اليسار، لأني هنا غنكتب ليميت حينما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ل f ل x، وكيكون مغلوق على اليمين لأني هنا غنحسب صورة العدد أ. باش نختمو حصة اليوم ديرو تمرين تطبيقي. نعتبر الدالة F المعرفة كما يلي: F ل X كتساوي X زائد 2 على X ناقص 2. السؤال الأول: حدد DF مجموعة تعريف الدالة F. السؤال الثاني: أحسب النهايات عند محدات DF. السؤال الثالث: علم أن الدالة F تناقصية على المجال E ناقص 4 2، أوجد صورة المجال E بالدالة F. إذا الإجابة على السؤال الأول: تحديد مجموعة التعريف. كتب هنا مجموعة التعريف. تحديد مجموعة التعريف عندي دالة جذرية، إذا نعتبر إكس ينتمي إلى الدي إف، هذا يكافئ أن المقام يخالف صفر. المقام عندي هنا هو إكس ناقص 2، إذا خص إكس ناقص 2 تخالف صفر. هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أن إكس تخالف 2. إذا شنو هي مجموعة التعريف ديالي؟ مجموعة التعريف هي ناقص ما لا نهاية 2 اتحاد 2 زائد ما لا نهاية. احنا جاوبت على السؤال الاول. شوفوا دابا السؤال الثاني، المحدات عندنا هما هادو: ناقص ما لا نهاية، 2 على اليسار و2 على اليمين اضافة الى زائد ما لا نهاية. اذا نحسبوا النهاية عند ناقص ما لا نهاية، ليميت حينما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهاية الدالة x زائد 2 على x ناقص 2 شحال كتساوي؟ إذا هنا كنختازل، واحد x مع x ستعطيني واحد، وبالتالي فإن النهاية غتساوي واحد بما أن هنا ما كاينش x. بنفس الطريقة نحسبو حينما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية للدالة x زائد 2 على x ناقص 2 هي النهاية حينما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية ل x على x، قلنا أكبر أس على أكبر أس، اللي هي الليميت حينما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية للعدد واحد، اللي هي واحد. وبالتالي كنحسب، أنا حسبت النهايات عند محدين، كتبقى ليا دابا على اليمين وعلى اليسار من 2. إذا نحسب النهاية على اليسار من 2، الليميت حينما يؤول x إلى 2 على اليسار ل f ل x. كنمشي نحسب في الوساخ عندي، الدالة عندي هي x زائد 2 على x ناقص 2، كنعوض ب 2 هنا غتعطيني 2 زائد 2 هي 4، و 2 ناقص 2 هي 0. عدد على 0 هو ما لا نهاية. السؤال اللي كيبقى ليا: واش زائد أو لا ناقص ما لا نهاية؟ كملاحظة راه x حينما على اليمين من 2 فإن النهاية حتى هي غتخرج ليا ما لا نهاية. هنا باش نعرفوا الإشارة ديال ما لا نهاية خصنا نعرفوا الإشارة ديال العدد صفر، لأن إشارة العدد 4 عارفينها، عدد موجب. لتحديد إشارة العدد صفر نحدد جدول إشارة القيمة اللي عطاتنا بعد التعويض ديالها ب 2 صفر، اللي هي x ناقص 2. جدول الإشارة هو التالي: دابا على اليسار
اكس ناقص 2 كتاخذ الاشاره السالبه، وبالتالي حتى الصفر ياخذ الاشاره السالبه، وتولي عندي زائد مع ناقص هي ناقص ما لا نهايه. بينما على اليمين من 2 اكس ناقص 2 تاخذ القيمه الموجبه، يعني ان الصفر ياخذ قيمه موجبه، وبالتالي موجب مع موجب كيعطيني موجب، يعني هنا تعطيني زائد ما لا نهايه، وكذا كنكون حسبت النهايات كاملين. كيبقى لي دابا السؤال الثالث اللي هو الاهم عندي راه في حصه اليوم، وهو صوره المجال. اي قلنا الشرط وخص اف تكون داله متصله، عندنا اف متصله على المجال اي. واش هذه العباره صحيحه؟ نعم. علاش؟ لان اف داله جذريه، قلنا مجموعة تعريف الدالة اف هي ناقص ما لا نهاية 2 2 زائد ما لا نهاية. ثم كتلاحظوا بأن المجال اللي عندي هو ناقص 4 2 كاين هنايا، يعني أنه ضمن الدالة اف، والمجال اي ضمن مجموعة تعريف الدالة اف. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني عندنا أن اف تناقصية على المجال اي. اذا طبقوا الخاصيه اللي شفنا في الدرس. خاصيه تقول عندي الصوره ديال المجال اي اللي هي اف المجال ناقص 4 2 اف تناقصيه، اذا كنبدا من الطرف الايمن كيولي هو الطرف الايسر، بما ان المجال مفتوح فهنا تعطيني مجال مفتوح. وقلنا الا كان مجال مفتوح فان كنحسبوا النهايه، يعني هنا نحسبوا النهايه حينما يول اكس الى 2 على اليسار لاف لاكس. بينما في الضفه الاخرى ولا في الطرف الاخر عندي المجال مغلوق، يعني كنغلق المجال. وقلنا كان المجال مغلوق فاني كنكتفي بحساب الصوره، بما ان اف لي ناقص 4 كم تساوي، يكفينا نعوض تجيني 4 زائد 2 او عفوا ناقص 4 زائد 2 على ناقص 4 ناقص 2 اللي هي ناقص 2 على ناقص 6 اللي هي 1 على 3. وكنا حسبنا سابقا النهايه حينما يؤول الى 2 على اليسار للداله اف لاكس اللي هي ناقص ما لا نهايه. بما ان عندنا النتائج فنقدر نقول بان صوره المجال اي يكفي نعوض هذه، نعوضها بناقص ما لا نهايه، بينما اف لي ناقص 4 نعوضها بالقيمة 1 على 3. وكذا جاوبت على التمرين ديالي كامل. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في حصة اليوم، على أمل نتلاقاو في حصة أخرى ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية.